نروح بقى لزميلنا المراسل محمد توفيق اللي هيكلمنا عن اجواء معسكر الاهلي الاستعداد لمواجهه الاتحاد السكندري في الجوله القادمه من الدوري الممتاز. توفيق مساء الخير عليك. مساء الخير عبد الرحمن، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني اسمح لي في البدايه ابارك لك وابارك لكل جمهور النادي الاهلي على اضافه 3 نقاط مهمه جدا في سباق او في خلاص يعني خطوات قليله بتفصل النادي الاهلي عن حسم اللقب. اعتقد 3 نقاط مهمه جدا لا تقل اهميه عنهم من 3 نقاط القادمه زي ما انت قلت امام الاتحاد السكندري في المباراه المقرره ليها ان شاء الله 7 مساء السبت المقبل على نفس ملعب المباراه برج العرب هنا في اسكندريه. انا عايز اقول لك في البدايه عبد الرحمن معسكر نموذجي، فعلا معسكر مثالي. يمكن انت شايف ضغط المباراه خلال الفتره اللي فاتت تقريبا اقل من 72 ساعه بين كل مباراه والاخرى. يمكن المعسكر طبعا ادى فرصه للعيبه انها تبقى زي ما يعني انت بتتكلم مقيم بعد المباراه على طول، المسافه ما بين فندق الاقامه وملعب المباراه هي 10 دقائق بالظبط. اللعيبه قدرت تاخد راحتها امبارح، يمكن اللعيبه على طول فور عودتهم من مباراه الاسماعيلي بالامس تناول وجبه العشاء بعد كده كلهم خلدوا للراحه والنوم. النهارده الصبح على طول قايمين فريش بقى، انت عارف كمان ما فيش بقى مواصلات او نقوبهم لسياراتهم والذهاب لمنازلهم والرجوع مره اخرى، لا انت موجود في معسكر في كل سبل الراحه والعنايه سواء من الجهاز الفني الجهاز الطبي وكل الاجهزه المعاونه وطبعا استشاري التغذيه اللي موجود ضمن الجهاز الطبي والفني. كمان النهارده على طول مستر كولر المجموعه اللي لعبت بشكل اساسي امبارح عبد الرحمن بتخوض تمرين استشفاء في جيم زي ما انت شايف كده من خلف في الصوره، المجموعه اللي ما شاركتش بشكل كامل في المباراه بتخوض مران قوي جدا. عايز اقول لك كمان استعدادات النادي الاهلي لمباراه الاتحاد بدات من ارض الملعب نفسها عبد الرحمن. يمكن تعودنا مع مستر مارسيل كولر فور انتهاء اي مباراه المجموعه اللي ما شاركتش 90 دقيقه كامله على طول بيبقى في تدريب ليهم داخل ارضيه الملعب فور انتهاء المباراه على طول. فعايز اقول لك الجهاز الفني اللاعبين تركيز تام جدا لحسم بطوله الدوري بشكل عاجل باذن الله رب العالمين. زي ما بنتكلم فاضل 5 نقاط باذن الله ان شاء الله يبقى 3 في مباراه الاتحاد والمباراه اللي تلاقي امام الزمالك باذن الله يكون حسم الدوري واللقب 43 يبقى في الجزيره عبد الرحمن ان شاء الله. توفيق توفيق طمني على خالد عبد الفتاح بيتمرن مع اللعيبه اللي في الملعب ولا في الجيم؟ لا هو خالد عبد الفتاح بيتمرن في المجموعه اللي في الجيم عبد الرحمن مش عشان اي حاجه او اي شكوى ولكن لان المجموعه زي ما قلت لك اللي لعبت تقريبا 90% من المباراه النهارده تدريبهم كلهم استشفائي. اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله على طول قبل ما التمرين يبدا قال الحمد لله ال 24 لاعب اللي معانا في المعسكر كلهم من الناحيه الطبيه لاقين تماما ما فيش اي شكوى. خالد بس يمكن حس بس بتقلص كده في عضله السمانه ففضل انه يخرجه. عبد الرحمن انت شايف كان فاضل الوقت قليل جدا على نهايه المباراه ففضل طبعا سلامه اللاعب، لكن اللاعب موجود بشكل طبيعي جدا مع زملائه وبتمرن النهارده في الجيم طبعا لان هم المجموعه اللي شاركت تقريبا في اكثر من 90% من المباراه. محمد الشناوي كل اللاعبين اللي لعبوا بشكل اساسي موجودين النهارده تدريبهم استشفاء في الجيم. المجموعه الباقيه بتعمل تمرين قوي جدا مع مستر مارسيل كولر. كمان يمكن ابرز ملامح التمرين النهارده عبد الرحمن يمكن كلام الجهاز الفني بيتكلم مع بعضه كتير، شفنا لهم اجتماعات على طول كتير في الملعب بيتكلموا عن اهميه المرحله ازاي هيتعاملوا خلال المرحله. وطبعا السمه المميزه لتدريبات مستر كولر اللي دايما لازم قبل التدريب يبقى في محاضره فنيه عبد الرحمن بيتكلم فيها عن كل اللي حصل في اخر مباراه وتصحيح الاخطاء، وكمان بنبدا نتكلم في المباراه اللي بعدها على طول والدخول فيها بشكل مبكر. يعني عايز اقول لك كمان بما اننا يعني 24 ساعه مع الفريق هنا في المعسكر مستر مارسيل كولر تشوف اي في حته في فندق عبد الرحمن مع اللابتوب بتاعه بيتفرج على لعيبته بيتفرج على الفرق اللي هتنافس النادي الاهلي مركز 24 ساعه تقريبا في ال 24 ساعه وان شاء الله يعني مجهوده ومجهود بقيه الجهاز المعاون مجهود كمان اللاعبين وكلل ان شاء الله بكل نجاح وبكل فوز. انت بتتكلم انك 4 بطولات من 4 بطولات قدرت تحسمها الفتره اللي فاتت وان شاء الله الخمسه في الطريق بطوله الدوري وباذن الله كمان بقيه البطولات الموسم عبد الرحمن تكون من حظ ونصيب النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. يمكن من سمات النادي الاهلي ان خلاص احنا خلصنا ماتش الاسماعيلي بالليل او مثلا قبل الليل بشويه بالليل بنفكر على طول في ماتش الاتحاد، واضح ان اللعيبه خلاص بتركز بس في الماتش اللي جاي ماتش الاتحاد. قربنا 3 نقط اكتر من بطوله الدوري ده اللي واضح عنك مش كده؟ بالفعل عبد الرحمن بقول لك الجهاز الفني واللاعبين بداوا الاستعداد بالفعل لمباراه الاتحاد مش لما رجعوا الفندق، لا ده وهم لو موجودين لسه في ارض المباراه على طول الريكفري لمجموعه اللاعبين اللي ما شاركتش بشكل كامل عشان واخدين برضه جرعه تدريبيه مساويه لبقيه اللاعبين اللي لعبوا المباراه. زي ما قلت لك مستر مارسيل كولر اول ما بيجي من المباراه على طول بيبدا بقى مع الجهاز المعاون وفريق التحليل الخاص بالجهاز الفني يبداوا يقطعوا بقى اللاعبين كل واحد اخطائه والحاجات اللي عملها كويسه. كمان الفرق اللي هينافس النادي الاهلي على طول تلاقي مستر مارسيل كولر بيشتغل عليها وتحليل ادائها نقاط القوه ونقاط الضعف. وعايز اقول لك مفيش رفاهيه الوقت عبد الرحمن، يعني هو النادي الاهلي بشكل عام دي سمته الرئيسيه ان هو على طول مركز في كل مباراه على حده، ولكن كمان مع ضغط المباريات بتتكلم في عدد كبير جدا مباريات هذا الموسم الفتره دي صعبه جدا يعني تقريبا في اقل من 28 يوم بتلعب 9 مباريات عبد الرحمن فتركيز تام جدا على طول بتقلب الصفحه وتبص الصفحه اللي بعدها سواء بتاخد بطوله او بتلعب اي مباراه انت على طول مركز هدفك واحد عبد الرحمن وهدف جمهورك واحد وهو الفوز باي مباراه
اللي هيوصلك لهدفك الاكبر وهو الفوز باي بطوله باذن الله رب العالمين. طيب اليوم بكره ماشي عندكم ازاي؟ التمرين الساعه كام والغدا الساعه كام؟ يعني خلينا كلامك في النهارده الاول، كمان يمكن التدريب على طول 11 الصبح مبكرا، بعد كده كان الغداء الساعه 3، زي ما قلت لك كان في محاضره فنيه الساعه 5 استمرت تقريبا اكتر من 35 دقيقه، ومن بعدها اللاعبين اتحركوا على ملعب التدريب. يعني الميزه عبد الرحمن زي ما قلت لك في البدايه معسكر مثالي جدا، ملعب التدريب اكثر من رائع، ارضيته كويسه جدا، كل التجهيزات اللي الجهاز الفني محتاجها سواء جيم داخل برضو الفندق. يعني اللاعبين انت بتتكلم ان هم في محيط تقريبا 2 كيلومتر ما بين الملعب لفندق الاقامه، كل حاجتك في مكانها ما بتتحركش كتير، ده اعتقد هيساعد اللاعبين وهيساعد على تحليل المستشفى بشكل كامل. دلوقتي التدريب على طول العشاء هيبقى بعد انتهاء التدريبات، ومن بعدها على طول بقى راحه تام عبد الرحمن، ونبدا باذن الله يوم جديد بكره ان شاء الله. هيبقى طبعا البدايه والفطار هتبقى الساعه برضو 11 صباحا، من بعدها طبعا صلاه الجمعه هيأديها الفريق هنا في فندق الاقامه، ومن بعدها هيكون ان شاء الله في الغداء هيبقى فيه تمام الساعه 4، والتدريب الاخير والختامي لسلاسل مباراه الاتحاد ان شاء الله هيكون الساعه 7 مساء، ومن بعدها العشاء، وبعد كده الفريق هيريح بشكل تام. يوم المباراه بقى عبد الرحمن السيناريو على طول بيبقى معروف، بيبقى الفطار الساعه 10 الصبح، بعد كده هيبقى فيه فتره الاكتيفيشن اللي بيعملها مستر مارسيل كوره على طول يوم المباراه عشان اللعيبه تفك عضلاتها، بتبقى تقريبا الساعه 12 ونص. من بعدها طبعا الغداء هيبقى قبل المباراه باربع ساعات، المباراه الساعه 7، الغداء هيبقى الساعه 3 باذن الله، وفي تمام على طول الساعه 5 هنتحرك لملعب المباراه اللي بيبعد بالظبط عبد الرحمن 10 دقائق من فندق الاقامه هنا، وان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي وحظ ثلاث نقاط جديده الوصول للنقطه 75، ويبقى فاضل لك على الدوري باذن الله نقطتين وتحقق اللقب ال 43 باذن الله. توفيق مجهود انت ودكروري وحسام، يعني عاملين مجهود جبار وبقالكم فتره وحشتونا، بس ان شاء الله يكون وشكم حلو كالعاده يعني، وان شاء الله نرجع كمان بالثلاث نقاط بتاع ماتش الاتحاد ان شاء الله على خير، ويكون كالعاده يعني احنا مميزين جدا، استاف قناه النادي الاهلي مميز جدا في كل شيء الحقيقه، يعني سواء في متابعته ومشاركته في كل حاجه لكل الفرق مش فريق الكوره بس، او حتى في التغطيه المتميزه اللي انتم بتقدموها لنا دايما، يعني بنشكركم عليها ومجهود بصراحه جبار منكم يعني. طبعا عبد الرحمن كلنا شغالين لهدف واحد بس، وهو متعه وخدمه جمهور النادي الاهلي في كل مكان، زي ما الجهاز الفني واللاعبين بيعملوا قصارى جهودهم عشان يسعدوهم ويجيبوا بطولات، احنا كمان قناه النادي الاهلي طبعا بنشكر كل القائمين عليها، بنقدم خدمه 7 نجوم لجمهور النادي الاهلي عشان يبقوا متابعينا ويبقوا في كل حاجه ويكونوا على طول في الصوره ومع جمهور النادي الاهلي دايما جنب لاعيبته وفي ظهرهم، ودايما زي ما شفنا والمسانده امبارح عبد الرحمن جمهور النادي الاهلي هو بالفعل اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم 12، وشريك دائم وابدا في بطولات النادي الاهلي. شكرا يا توفيق، شكرا ليكم وشكرا ليك انت ودكروري وحسام، وترجعوا بالسلامه ان شاء الله يعني، ونشوفكم على خير، وان شاء الله الماتش الجاي يكون وشكم حلو زي الماتشات اللي فاتت كلها ان شاء الله يعني.